مشاهدينا الكرام، هنا مع فقرة الطفولة والسعادة من داخل مديرية الغيل. من اسمش؟ فؤاد محفوظ مبارك، ما يستمر الحضنوي. من وين؟ من الشقق. من الشقق؟ من الشحر؟ من الشقق. من الشقق؟ وين الشقق؟ هناك. وين؟ هناك شحر. الشحر؟ الشحر. طيب، وجيتوا اليوم تلقونوها في الغيل؟ تتمشون؟ تتمشون؟ طيب، جيتي هنا الحديقة تلعب، لعبتي شي ألعاب ولا لا؟ عاش ما لعبتي شي ألعاب؟ أنا يلا بلعب. عدل بتلعبين؟ ها؟ وعندش أحسن لعبة وتلعبينها؟ الحصانات. حق الحصانات؟ تعيبش؟ لعبتيها من قبل؟ طيب، بغينا منش مشاركة، يا إما أنشودة يا إما حاجة، أي شي، معش أنشودة؟ تحفظين الأنشيد؟ كان هذا شوي. يلا تمام، اسمعها. ماما من حاجة يا جاية بعد شوية بس. طيب، أنا بغيت منك تقري لي سورة. حافظين شو سورة؟ إيش من سورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس، صدق الله العظيم. طبعاً معانا ليش جايزة؟ ليش جايزة؟ حق يوم شاركتي معانا جايزة لمن اسمش؟ فاطمة محفوظ مبارك، ما يسلم الحضور. فاطمة تستحق جايزة معنا. فاطمة قلتي انت من الشحر، دحين من الشقق، ما بغيتي من الشحر، بغيتي الا من الشقق. دارني في الشقق. الا داركم في الشقق. مين في الشحر داركم؟ الا في الشقق. في وين في الشقق؟ هناك. كم؟ 180 شقة ولا 140؟ 140. من يقول ليش هناك؟ أختي تقول ليش تغششش. طيب حلو، في رمضان بتصومين ولا لا؟ أصومه كله. كله؟ متأكدة؟ ايوه. وإذا فطرتي؟ على كل يوم تفطرين وفي رمضان تعطينا 1000؟ ايوه. يعني إذا فطرتي رمضان كله بتعطينا 30,000؟ تعطينا 30,000؟ من وين ليش 30,000؟ معممتي بينها؟ معم بوش. بوش يعطيش 30,000؟ بيعطيش 30,000؟ دايما عدين وبعطي. حق العواد بعدين، بعد العيد. كم تحصلين عواد في العيد احيانا؟ يكون بفوق ساعات، سابة فوق ساعات. طيب، فطومة تستحق جائزة مقدمة من راعي هذه الحلقة أرزاق مارت. هذه فطومة هدية ليش من أرزاق مارت، وكل عام وانتي بخير. شكرا، خليكم معنا.